شاهدين، انا النهارده هعمل لكم طريقه عمل سد الحنك. هتقولوا لي يعني ايه سد الحنك؟ انا حبيت اعملها لكم لان ناس كتير ما تعرفش يعني ايه سد الحنك. فدي الطريقه دي بصراحه انا واخداها عن ماما، فهي طريقه حلوه. يعني انا مثلا نفسك تروحي لحاجه حلوه، بدل ما تنزلي تجيبي حاجه، هنحط ايه، تجيبي مثلا حاجه مثلا بسبوسه، تجيبي حاجه سريعه كده اقدر اعملها للاولاد، اقدر ان انا انفذها بسرعه، وهي سهله والله سهله وهتعجبكم قوي قوي قوي. احنا هنحط هنا معلقتين سمنه، ماشي، وهنجيب الدقيق. بصوا هنجيب طبعا الطريقه دي احنا هنعملها على زي ايه افراد الاسره، انا ايه عددهم يعني، ماشي. انا كده واخده ادي 4 معالق، 5 معالق كبار، ماشي يا حبايبي، والله دول كمان ايه هكملهم، يبقى كده 6 معالق كبار. هاجي ايه هشوح كده السمنة في الدقيق، ماشي، وهاجي احط شوية زبيب في قد كده، شوية زبيب، ماشي يا حبايبي. حط بقى بعد كده السكر، السكر بقى ايه حسب التحلية اللي انت عاوزاها، عايزة سكر حلو، عايزة سكر قليل، ده حسب الرغبة بتاعتك او بتاعت يعني افراد الاسره اللي هياكلوها، ماشي. ادي السكر اهو، هنقلبه كويس، وايه هننزل عليه على الزيت السمنه. ايه بصراحه طعمها جميل جدا وهتعجبكم قوي قوي قوي، حاجة سريعة وهتعجب الأولاد والكبار بصراحة. هنحط المية شوية 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 ونقلب، نرفع شوية النار، هنقلب شوية شوية، هنقلب نقلب، هنفضل ايه نحط شوية مية بشوية مية لحد ما هنلاقي ان العجينة ايه استوت معانا، وهوريكم شكلها عاملة ازاي. بس انا برضه ادوق كده، لو محتاجة شوية سكر بزود شوية مية، هنحط بس شوية سكر اهو حسب رغبة افراد اسرتك، لو هم عايزين حاجه مسكره قوي او حاجه سكر قليل. شويه ميه شويه ميه، بفضل اقلب فيها كده واقلب علشان ما تكلكعش معايا، واسويها كويس.
ايوه كده طعمها استوى، يعني حته استوى. هوريك بقى شكلها ازاي. هنطفي عليها. بصي اهو، هناخد الطبق بتاعنا وهن ايه، وهوريكوا الشكل بتاعها عامل ازاي. هتعجبكوا، هتعجب اولادك قوي. بصي طلعها كده كده، بصي انا ممكن احط بقى على وشها مكسرات، واخده بالك، حسب الرغبه بقى. يعني انا ايه، انا عندي ما بياكلوهاش بالمكسرات، بيحبوها بالزبيب بس. فانا بس ايه، حبيت ان انا اوريكم حاجه سهله وسريعه ومتوفره، يعني على قد ايدك، بدل ما اروح اجيب حاجه بالشيء الفلاني. طعمها مصفر وجميل جدا. احنا مامي كانت بتعملها، كنا من ايه بنجري عليها. بصراحه حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم خالص. شوفي الناس بتقولك ايه، دي واكله سد الحنك. هي دي سد الحنك، بس بقى ايه، حاجه يعني مش وحشه، دي حاجه بصراحه تعجبكم، وطريقتها حلوه قوي. ادي طريقة السد الحنك، هتدوقوها، واللي يدوقها بقى يقول لي رأيه ايه. نعملها و متنسونيش بقى في اشتراك القناة واللايكات، وألف هنا وشفا. مع تحياتي روكا.